عملت أزمة. الحاجة التانية إن هناك موزع من إحدى الموزعين مثلا راح جاي منزل الكمية لأماكن كبيرة، وبالتالي الصيدلات التانية ما خدتش كويس. خلاص ونزلت سودة. فهنا كان دور الدولة عملت الربكة دي. ده اللي عمل الربكة. فالدولة النهاردة بصراحة عملت شغل إن هي نزلت على المخازن، بقت تراقب حركة المخزون اللي دخل اتوزع فين، بتقنن هذا. ولكن انت دايما هتلاقي بعد أزمة دواء ناقص الناس بتتكالب إن هي تاخد، فيبقى له سوق سودة والسوق السودة تعلى. هو نزل ونزل سودة. كان عندك دواء بحاجة و40 جنيه بقى ب120 جنيه. ده النوع الغير مدعوم. ده الغير مدعوم. كان ب40 جنيه، عدى بتقول حضرتك كام؟ بقى 120. خد بالك. اللي هو انت واحنا بنتكلم على نوع من الدواء الاثنين موجودين، يعني كمياتهم متوافره. احنا بنتكلم على سوق توزيع او تغيير في التوزيع. خلاص والازمات بتحصل وكمياتهم كده كده موجوده. وكمياتهم موجوده، الحبوب الحامله موجوده. الحاجه الاهم والحاجه اللي تتحسب للدوله والقياده السياسيه ان بصل قدام. عشان كده مصر بتصنع الادويه منع الحمل الغير مدعمه بنص سعر التكلفه، وبدات تنزل السوق عشان تتماشى مع اللي بنستورده. كويس قوي. فالبلد ماشيه كويس، ولكن سوء اداره ملف هو اللي ادى للقصه دي. الحكايه دي تخلص امتى؟ يعني انا متوقع مثلا قدامك اسبوعين وتلاقيها خلصت، لانها بدات تنزل وبدات الامور موجوده. ولكن انا برجو الناس بقول لهم يا جماعه عشان نحل الازمه بسرعه، خد علبه دلوقتي وامشي بيها. خلاص انت لو نزلت تغطيك. تاخد العلبه الثانيه في بعدها هتلاقيها موجوده. مفيش داعي. ما الواحد بيبقى ايه، بيبقوا خايفين، يقول لك انا بدل العلبه احسن ما الاقيش قدام شويه اروح واخد علبتين. ده اللي بيطول في حل الازمه، وده اللي عامل المشكله. هو كان اتقال ان الحبوب دي حد بياخدها مخدرات، ولا ده كلام فارغ ولا ايه؟ هي بالكلام ده مش مظبوط. احنا في مصر الحبوب دي سعرها مدعم او سعرها قليل، ممكن ان هي تتهرب بره البلد. لكن ما لكن فكره المخدرات دي مش موجوده. لا 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 مش موجوده. لا مفيش الكلام ده. طيب بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا دكتور علي عوف. وهو زي ما هو قال فعلا، يعني في خلال، المهم ان كل الكميات موجوده او متوفره، سواء النوع المدعوم والنوع الغير مدعوم.